ياسين، أخوات الغلمانيات، أخوات المنسقات، السيدات السادة الوزراء، ضيوفنا الكرام، أنا جد سعيد باش نبقى معكم اليوم في هذا اللقاء المهم اللي كيجمع لأول مرة حوالي 1800 كفاءة نسوية من مختلف جهات المغرب. المناسبة هي القمة الأولى لنساء الأحرار اللي كتصرف الاحتفال ديالنا باليوم العالمي. واسمحوا لي في البداية نحيي الفيديرالية الوطنية للمرأة التجمعية وعلى رأسها وعلى المبادرات اللي كتقوم بها في مختلف الجهات والاقاليم وعلى النجاح ديالها في الهيكله والتنظيم والتنشيط المجالي. وهذا هو المنتظر من هذا الاطار الموازي اللي كنراهنوا عليه بكثره في المستقبل ان شاء الله. كنطلبوا منكم مواصله العمل في الميدان بنفس الديناميه وروح المبادره. مناضلات الحرار، بغينا اولا نشيدوا بمجهودات صاحب الجلاله للارتقاء بوضعيتنا الاقليميه. واللي من بينها عدد كثير من القرارات، كاين القرار التاريخي والمنصف للمراه لاصلاح خطه العداله وفتح مهنه العدول امام النساء المغربيات. اليوم فرصة كذلك باش نجددوا التأكيد على المرأة بالنسبة للأحرار هي عماد المجتمع. المرأة اللي هي الأم، اللي هي الأخت، اللي هي البنت، اللي هي الزميلة في العمل، المرأة اللي ساهمت في رسم معالم المغرب الحديث واللي العطاء ديالها باقي مستمر. وبعيدا عن الشعارات والمزايدات السياسية، نبغي نأكد على أننا معبؤون كفريق حكومي من أجل الوقيع بوضعية المرأة، وكنعملوا على المواكبة الفعالة للنساء، وخاصة هذوك اللي وضعية الشر، وكأغلبية نجحنا في إدماج المتزوجات المعوزات إلى جانب النساء المطلقات في الفئات المستهدفة من خلال صندوق التكافل العائلي. وكأحرار بغينا نواصلوا الاشتغال لتمكين المرأة من الارتقاء بالوضعية الاجتماعية ديالها، وهذا الشيء عبوا عليه المناضلين والمناضلات من خلال مسار الثقة، اللي هو مساهمة في إعداد نموذج نموي جديد لبلادنا، مسار الثقة اللي هو نتاج مقاربة تشاركية ونقاش اللي كان حر وموسع، مسار الثقة اللي بطبيعة الحال فيه واحد لمسة كبيرة ديال نساء الأحرار اللي شاركوا بقوة في المؤتمرات الجهوية ديال الحزب وساهموا بجدية من خلال الاقتراحات والأفكار ديالهم. واليوم مسؤوليتنا جميعا هي الدفاع على هذا المسار والترويج للمضامين ديالو والمساهمة في تنزيل الإجراءات والمبادرات اللي كيحملها. المرأة المغربية في صميم اهتمام مسار الثقة، المرأة في علاقتها بالدراسة، المرأة اللي كتعاني من ضعف خدمات صحية، المرأة اللي كتحرم من الولوج للعمل اللائق ولمناصب المسؤولية. اليوم احنا مطالبون بالقطع مع هذه الوضعية. لازم نشتغلوا جميعا باش كل فتاة مغربية تكون يا إما في الدراسة يا إما في التكوين المهني أو في التعليم غير النظامي. لازم ترفعوا لضمان خدمات صحية ذات جودة للنساء الحوامل ومنظومة صحية اللي كتهتم بالمرأة المغربية والأسرة ديالها في مختلف مراحل مسار العلاج. خواتي المناضلات، المرأة عندها دور أساسي في بناء المجتمع المغربي
بالمواصفات اللي كنقولها، المجتمع المفعم بقيم المساواة، المسؤولية، التماسك الاجتماعي، المجتمع اللي ما كيقبلش الإقصاء، ما كيقبلش التمييز المبني على النوع أو الفئة أو المجال. المرأة هي اللي كتزود الأجيال بالقيم. المرأة المغربية عندها طاقات وقدرات إلى لقات الفرصة غادي تنفع كثير المجتمع ديالنا. المرأة العاملة، المعلمة، الطبيبة، الممرضة، ربة البيت، المهندسة، الإعلامية، الفلاحة، المحامية، البطلة الرياضية، وكل كفاءة نسوية كتشتغل من أجل مصلحة هذا الوطن. ومن المنظور ديالنا، كتعرفوا بأنه المنظور ديال بعض الأنشطة الاقتصادية، كتعتبر أن ربة البيت هي كما أكون نشيطة. لا، ما كاين مشكل طالما أنها اختارت أن تكون ربة البيت عن قناعة، وحتى واحد ما فرض عليها هذا الوضع، فهذا قولوا بأنها نشيطة. وربات البيوت عندهم طاقات ومهارات، لازم تفكير جماعي التمين ديالها من خلال الاعتراف بها وتجميعها والمواكبة ديالها من طرف خطيرات من المجتمع المدني والمقاولات. في نفس الوقت النساء المغربيات اللي كيطمحوا للاشتغال داخل او خارج البيت في حاجه الى فرص متكافئه لولوج مناصب عمل لائق. اليوم ما بين كل 10 ديال النساء يلاه زوج اللي كيشتغلوا خارج البيت. بصراحه المراه المغربيه في حاجه للرقي في السلم الاجتماعي، في حاجة إلى اعتراف أكبر بمردودية العمل ديالها، في حاجة للإطمئنان على مستقبلها ومستقبل الأسرة ديالها، كيفما من حقها ولوج أفضل لمناصب المسؤولية الحزبية والسياسية. أنا أولي عليكم من أجل تنزيل مضامين مسار الثقة على أرض الواقع. معاونين عليكم في التأطير والتكوين والتنشيط، معاونين عليكم في الإقبال على التعبير عن نية الترشح كذلك في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وحنا كنفتخروا بالقيادات ديالنا، أخوات الوزيرات وكاتبة الدولة، أخوات البرلمانيات، أخوات أعضاء مجلس السياسة الأحرار، أخوات الأعضاء المنظمة الجهوية للمرأة والتجمع المياه، والاخوات اعضاء كذلك الشبيبه اللي هما النساء، وكل مناضله كتبذل مجهود في سبيل خدمه الوطن والمواطنين. حنا كنحييكم على حسن التقدم في هذا اللقاء، وكنقول لكم بانه حنا معولين عليكم، وبانه الى هذا الحزب غادي يزيد الامام وغادي يجيب شي نتيجه في المستوى وغادي ينجح ان شاء الله، لانه كاين شباب وكاين نساء، انتم هما الرافعه ديالنا باش تدفعوا للمستقبل ان شاء الله.